افتتحت الجلسة. من حوالي 100 سنة أنشئت محكمة التمييز اللبنانية. قبل ما نشأ لبنان سيبقى للبنان. أقسم بشرفي أن أقوم بمهامي كقاضٍ. ويذكر اللبنانيون إعدام كثيرين ممن كانوا مجرمين. هناك محكمة تمييز واحدة لكل الأراضي اللبنانية. أصبحت مرجع للمحامين وللقضاة أنفسهم. لأول مرة مسيرة السلطة القضائية اللبنانية بلسان كبار القضاة. يتخرج القاضي المتدرج ويصبح قاضيا أصيلا. وبكل فخر بقول بلادي صار لها 100 سنة فيها محكمة تمييز. قصر العدل، حلقة خاصة مع سمير يوسف، تنين 11 إلا ربع المساء على MTV.